ووصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم، رح نكون فيها ضمن عالم الطب وتحديدا طب الأسنان. الإجراءات التجميلية اليوم عم تختلف، ولكن اليوم قديش هي الإجراءات هي عم تكون ضرورية من الناحية العلاجية أو من الناحية التجميلية؟ شو المساوئ، شو المحاسن عم تكون لك الإجراء؟ أكيد هاي التفاصيل كلياتها رح نحكيها لليوم مع الدكتور عبد الرحمن زنيقة، اختصاصي بطب الأسنان وماجستير. أهلا وسهلا فيك. صباح النور دكتور، وميلاد مجيد، اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خلينا نحكي عن مفهوم التجميلي للاسنان. هلا كتجميل اسنان هو مصطلح كثير شائع يعني كثير واسع، فلما بدك تحكي عن تجميل الاسنان هلا هو شو تجميل الاسنان؟ هلا انت بتجي لعندي بتقول لي بجمل اسناني. تجميل الاسنان اللي هو كتجميل هو علم، ماشي. الهدف منه انت كمراجعه كمريضه جايه لعندي انك توصلي لا ابتسامة، انت تكوني مرتاحة فيها. ما بدي اقول الابتسامة المثالية، نحن خلينا نكون بعيدين عن المثالية. الابتسامة المثالية هي صفة معينة، الابتسامة الجميلة انت تكوني مرتاحة فيها، راضية عنها، مقتنعة فيها، تمام. تلبق لك، تلبق لذوقك الشخصي، عرفتي كيف؟ يعني يعني ما يكون يعني ما يكون تلبق تفاصيل وش، يعني ما يكون انه انت جاي تعمل تجميل جاي الصوره بدي نفسي، بدي مثل هذا، ما دخلني تفاصيل وجهي بعيده، ما بصير. هلا بيجي لعندي شخص طول وشه 16 سنتي، نفس طول وشه 15، شخص عريض اسنانه عريضه، ما في. هلا ما في، هلا ليش القصه مثل ما كنا عم نحكي هلا قبل الهواء، انه حصرا الشغل يكون مثلا اخصائي. هلا انا كاخصائي تجميل ما بشتغل غير تجميل، زرع ما بشتغل، مع انه صرنا نشوف اليوم ما بش... مو اختصاصي، مو اختصاصي، تقويم ما بشتغل. انا قديش ممارستي زرع ما حطيت بايدي، في عندي اخصائي زرع. قديش مهم هذا الحكي اليوم لما نحكي بعالم طب الاسنان، هو عالم متشعب، فبتلاقي الدكتور انه في دكتور بيسوي كل الاجراءات، ما في دكتور لا سوبر، في تخصص الموضوع، ما في شيء. اليوم نحن بال 2022 فاتين على 23، ما في شيء اسمه مثل قبل دكتور السوبرمان تبع كل شيء. يعني ما في هذا اللي بيقلع وبيزرع وبيشتغل بتقويم وتجميل، ما في. اليوم انت بتخصص تجميل، انا اليوم غير يعني يالله عم لحق على الابديت على اليوم، يعني التحديثات اليوميه. فليش قلت لك انا زرع ما بشتغل بايدي؟ في عندنا طبيب زرع تقويم ما بشتغل، انا عندي تجميل. يعني انا بعرف بعطي شغلتي 10 من 10، بعطيها 9 و8 من 10، بقول لك روحي لعند غيري، ماشي. هلا ليش فانت تصميم، انت مثلا الابتسامه بتلبق لك غير بتلبق لزميلتك. مثلا انت بتيجي مثلا، شو بتيجي لعندي مثلا؟ بتروحي لعند، انت بتفوتي لعند طبيب، معلش دقيقتين بقول لك دكتور حضرتك شو متخصص؟ ماشي. الدكتور اللي معك شو متخصص؟ مثلا بدك تزرعي، دكتور حضرتك اخصائي زرع، اخصائي كذا، عرفتي كيف؟ لان اليوم المشاكل كثير كبيره. يعني بتيجي لعندي وحده مثلا، انت رحتي لعند والله جارك دكتور اسنان، انت ما بتعرفي تخصصه. ابتسامتك نفس ابتسامته، نفس ابتسام بنت عمك، ونفس بنت خالك، ونفس بنت العيله كلها، نفس الدكتور نفس الدكتور على عيني. هلا انت من بالك، هلا انا باخذ صوره قبل وباخذ طبعه قبل دراسه، ماشي، منه للتسكير لذكرك انت وين كنتي وين صرتي، ومنه انا بدرس، انا مع المخبرين احنا بنشمع وبندرس الحاله وبنصمم، بشوف انا بيلبق لك الطول. هلا ممكن انت تطلبي رابط سمايل، اليوم السرعه هي الاسنان الطوال. هلا ممكن ناس تقول لي لا طولك، بيقول لك اعوذ بالله وبحس حاله، في ناس عندها هوس بهي الهي، بس في ناس ما بتلبق لها. دكتور يمكن ذكرت نقطة كثير مهمة، انه نحن صار هيك الشائع انه ابتسامة هوليوود، فالكل بده يسوي ابتسامة هوليوود، فهي شو هي ابتسامة هوليوود اذا بدنا نحكي؟ لانه كنت عم تحكي الابتسامة، عفوا، انه مو بس هي يعني لون او صفة اسنان، في شيء بالوجه، تفاصيل اللي هي العيون، الخدود، كلها هي بتساعد برسم هي الابتسامة الحلوة، عشان هيك بنلاقي الفروق. سؤالك بتشعب وتركيني اشرح انا. تفضل. هلا ابتسامه هوليوود هو بس اسم. يعني ما انه ابتسامه هوليوود مو يعني فينير، هيك ناس انه ابتسامه هوليوود يعني فينير، ماشي. ابتسامه هوليوود، هوليوود انا هذا الاسم انا ما بحبه، كيف؟ بس هو بس كاسم تجاري، يعني انه شاف الممثلين، هو مو عرفان هو مبيض، هو عامل فينيرات، هو عامل زيركون، هو عامل تجميل، ماشي. بتجي لعندي انت بتقول لي دكتور انا احسن الفينير والزيركون، ما في شيء اسمه الاحسن، في شيء اسمه الانسب، تمام. يعني فممكن انت بتجي لعندي صفتك كثير حلوه ومرتبه وانيقه وبدك تعملي تجميل، فهون ممكن نكتفي بشوي تبييض، ماشي. ممكن تيجي انت اسنان متهدمه عليها حشوات، وعليها حشوه من اليمين وحشوه من اليسار، ومتهدم ومايل وهون فقد وهون كذا، ماشي، بتقول لي تعملي فينير، ما بزبط الفينير.
الفينير بده اسنان سليمه صحيه معافاه. ماشي، ممكن ناس تقول لي بس تحكي ليش ناس هي مو بحاجه فينير، انه هذا اسنانه سليمه معافاه ليش عم تطلب فينير؟ ماشي، ممكن انت تكون اسنانك سليمه معافاه بس اللون مو تمام، ممكن تكون سليمه معافاه بس الشكل مو تمام. ماشي، ممكن كمان سليمه ومعافاه السن سليم ما فيه نخر ولا فيه شيء بس صفته مو ظابطه، وانت زعجتك انت مثلا انت كاعلاميه كذا كذا عندك طلع عندك شغل بشغلك بعملك ببيتك بمدرستك عرفتي كيف؟ عندك يعني انه لازم تكون طلتك حلوه، فهون احنا بنعمل الفينير يعني كتجميل بس طبعا بعد دراسه الحاله، بعد يعني بعد دراسه الحاله وانت تشوف مناسبك وشو بي يعني اكثر شيء بيناسبك عرفتي كيف؟ انه شو بيناسبك كفينير كقياسات كهي ونحن بنعمل لك على اساسه. لو هون عم نحكي بهي النقطة عن الفينير وقت اللي بيكون تجميلي أو علاجي، يعني إيمت بيكون ضرورة وإيمت بيكون بس بهدف التجميل، وهذا الشيء بيرجع لحضرتك أكيد، يعني أنت بتقيم الحالة، ولكن دائما في سلبيات وإيجابيات، هل اليوم الفينير عنده سلبيات أكثر من إيجابياته؟ هلا مو قصة سلبيات، هلا اليوم شيء بينشغل صح ما له سلبيات، هلا الفينير هلا كفينير ماشي إذا سلبيات هو أنا بنظري يوم بينشغل صح وأنت تروحي لعند طبيب صح تختاري طبيب صح، السلبيات هو بس إنه مكلف، بس مكلف وبده إنه جلستين أو ثلاثة يروح للمخبر ويرجع. هلا شوفي الفينير إذا انشغل صح ماشي بطريقة صح، هلا أنت غير الشكل والجمالية أنت أخذتي ثلاث ميزات، شو هني؟ أول شيء الفينير ما بيسوس، حلو، أنا عم بقصد الفينير إي ماكس ماشي، ليش؟ هو ما انه مواد عضويه، هو يعني مثل الازاز مال شكر مال نفرق يعني بالنوع. هلا هي ايماكسي نوع نوع الماده يعني هلا المواد كثير حديثه عرفتي كيف، نوع الماده نوع الخزف عرفتي كيف، انا لا اقول لك خزف ماشي، في ناس لما تقول خزف تفكر مثل خزف على معدن، لا هذا خزف انواع حديثه نازله يعني هي اللي عملت الصرعه اليوم بعالم التجميل. نرجع لموضوعنا، انت اخذتي انت يوم اليوم بتعملي فينير عند دكتور صح وقيم لك انه انت ايه بينعمل لك فينير، انت اخذتي ثلاث ميزات غير الشكل والجماليه. الفينير ما بيسوس، انه ليش؟ لانه ازاز ماشي، الفينير ما بيتلون، ما بيغير لونه، ما بيغير ثابت لونه. اوكي ماشي، ليش؟ هلا انت مو بس القهوه والشاي والارجيله والدخان البحر، هلا انت اليوم نزل على ثيابك عصير او فراوله او اي شيء ما بيعمل بقع طبعا، حتى بيترك اثر تمام، اي شيء اي شيء ببقع الاواعي ببقع الاسنان. ثالث شغله انت اخذتي ميزه القوه ماشي، الفينير قوته بس انت كانسان يمكن 300-350 كيلو، الفينير بتحمل ال 550 كيلو. انا في مرضى بعد ما يطلعوا من عندي بيقول لي دكتور قالوا لي لا تاكل مسوق جزره وعضه، مسوق جزره وعضه، بيقول لي بخاف يفك، بقول له انت لما تكون شاغل الفينير صح ماشي، نحن شغلنا بالفينير شو بيكون؟ ضمن طبقة المينا، أنا ما بشيل طبقة المينا وبتعدى على العاج ماشي؟ قصدك بالموضوع البرد؟ موضوع البرد، هلا موضوع البرد كمان هذا الناس أخذت عنه فكرة غلط، وفي أطباء بتغش الناس خير الله، ما في شيء اسمه فينير بدون برد، يعني بيقول لك اليوم أنت بتسمعي أو حتى بده يقول لك برد لك طبقة خفيفة هيك بيقول له، ما في شيء اسمه فينير بدون برد ماشي؟ يا بين 0.3 بتوصل ل 0.7 ماكسيموم 0.7 ماشي، وسطيا نص ميلي. هلا ما في شيء اسمه فينير ولومينير، هي اسماء تجاريه، في شيء اسمه عدسه محف وعدسه مح تخشيم بسيط تمام مثل اللومينير. هلا فنص ميلي هي كافيه انه نحن نضل ضمن طبقه المينا ما نتعدى على العاج ماشي، نحن بس فتنا طبقه العاج نحن بلشنا نضر المريض، نحن قضينا له على طبقه المينا، الفينير رح تلزق قد ما كانت الماده قويه، قد ما كانت مادوية رح يفك الفينير. بينما أنا لما أنا احترمت المريض واحترمت مهنتي وحضرت له أنا ضمن طبقة المينا اللي هيك لازم يكون، شو ما علقت يحسن ما بفك، بيكسر بس ما بفك. ونحن كمان كواجب مهني وأخلاقي لما يجي لعندي المريض ماشي، مثل جيت لعندي حضرتك بدي أشرح لك مثل ما بشرح لك ميزات بشرح لك تأثيرها الجانبية. صحيح، ما هلا انا ما بقول لك هذا الشغل مدى الحياه ومكفول ومدى الحياه، ما في شيء اسمه مكفول، اللي خلقه الله ما بيعوضه العبد. صحيح، انا ما بعطيك عمر افتراضي 10 ل 15 سنه للفينير، وبالنسبه للتيجان 15-20 سنه. هلا هو بيضل، هلا بيضل اكثر حسب الاهتمام، مو حسب الاهتمام بيضل، بس بدك تبدليه انت ماشي، ليش؟
انت بتساليني انا الفينيراي موجوده مكانها ليش ابدلها؟ ماشي؟ هلا بتلاحظي الكبار بالعمر بس يوصل لل 40 50 اسنانه بلشت تطول. هلا هم اسنانه بلشت تطول، هلا الفيزيولوجيا العظم مع تقدم العمر كل 10 5 سنين 10 سنين تراجع له نص ل 1 ميلي. يعني فبعد 15 سنه بيكون تراجع له 1.5 ميلي لسه. فبيصير في فراغ، عندك حافه الفينيراي فراغ بعدين لسه. بيرجع اعاده الفينير من اول وجديد؟ هذا او تعبئه الفراغ فقط؟ لا 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 ما في شيء اسمه تعبئه الفراغ. احنا ما بنعمل طبقات. هذا هي الفتحه ماشي، غير الشكل غير الريحه غير الغير تحلل السن ماشي، هون بتدمر السن. فنحن بنفك بنرجع ننظف بنرجع نحضر بنرجع بنركب له شيء جديد ماشي. فانت لما اليوم تاخذي قرار انك بدك تركبي فينير، انا بدي احطك بالصوره انه انت بعد 10 12 15 سنه بدك تبدلي. فانت بدك تعرفي حالك انه انت بعد 10 12 قادره ولا لا. ممكن اليوم انت تسوري بكره تكوني بامريكا تكوني طبعا. طيب العصب قد ايه مهم اليوم موضوع الاعصاب تبعت الاسنان كمان؟ صحيح موضوع الاعصاب هو لحاله بحث اذا بدنا نقول، بس ولكن يمكن الوقت صار كثير ضيق، خلينا هيك لو بدقيقتين المتبقيين نقدم نصائح اليوم للناس يلي حابين يقدموا على خدوات تجميليه او اخطاء شائعه او اي نقطه انت بتحب تدور عليها ونحن ما ذكرناها. هلا مثل ما قلت انا بدايه اللقاء اختار الطبيب الصح. انت يعني انا اليوم جيت لعندي لا مانع لا في حرج، انا عادي يعني ما بزعل. تجي لعندي دكتور حضرتك شو مختص؟ شو شهاداتك انت؟ ماشي؟ مثل انا اليوم انا الناس بتخجل بتقول لك وهذا الشيء حقه. لا لا حق انت اليوم هي اسنانك وصحتك ماشي؟ تسالي اليوم رح تزرعي انت حاطه زراعات بتعمل تقويم تجميل، سيد دكتور حضرتك شو اختصاصك؟ ماشي؟ طبيب عام مع احترامي للكل نرجع شوي لورا. هلا انا اليوم انا بدي ازرع، مستحيل انا اجيب دكتور انا اليوم بدي ازرع الي او لحدا لمرضاي، مستحيل غير طبيب الزرع الخاص معي بالمركز. ما حدا بيزرع غيره. تقويم ما حدا بيشتغل غيره. حالات اطفال اللي بدها اطفال طبيب الاسنان والاطفال اللي بيشتغل. تمام؟ فاعطي الخبز خبازه ولو اكل نصه. ولا لما انت تبحث عن طبيب لا تدور على السعر. يعني انت اليوم تروح تشتري ثياب بتظبطي ميك اب تلاقي احلى شيء، على اسنانك بتيجي بتسترخص. بس هي يعني هي الاسعار تقريبا غاليه عن كل شيء حقه تماما يعني بس انه هي يعني ما في اليوم اليوم الله اعلم نحن شو عم نصلح، يعني نص شغلنا فينير ونص شغلنا تصليح. طيب نص شغلنا فينير ونص شغلنا تصليح. دكتور بدنا نشكرك لحضورك، ما شاء الله شرفت على طول الابتسامه الحلوه مزينه وجهنا يعني. ميلاد مجيد واهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لك دكتور، اليوم بوجودك هيك صلحنا بعض المفاهيم الخاطئه عند الناس، وبتضل النصيحه الذهبيه يلي قلتها اسالوا وين رايحين شو الاجراء وما تستحي واي اجراء من عطالك لا خلينا نعمل عنه اليوم بحث. اليوم الميديا نتخذه. اليوم الميديا هي منيحه اكثر ما انا سيئه. اليوم انا بدي اروح لعند حضرتك مثلا دكتوره، بدي اروح لعند حضرتك بدور على صفحتك على الفيسبوك بشوف شغلك بسال عنك. نعم. عرفتي كيف؟ بدور منيح وبعد التفاصيل بالنهايه مو مثل قبل. انا اليوم انا قبل الهي انا فايت لعند دكتور ما بعرف شو شغله. صحيح فلان مادح لي فيه فلان كذا بس انا شكرا كثير لك تشرف وقتنا خلص.